بحضراتكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من فقه الحياة. قال الله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لقد من الله علينا بنبراس لا يطفأ نوره أبدا، هو القرآن الكريم. لقد أجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن وتنزيهه، وأجمعوا على أن من جحد منه آية أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد أو كذب بشيء مما جاء به من حكم أو خبر فقد كفر بالدين. فالمشروع في حق المسلم أن يحافظ على تلاوة القرآن الكريم ويكثر من ذلك حسب استطاعته، امتثالا لعموم قول الله سبحانه وتعالى: اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب. فالقرآن الكريم كلام الله سبحانه، وهو المهدي المنير والسبيل لمن استمسك به، كما أنه منهاج المؤمنين، ولا صلاح ولا فلاح للمؤمنين إلا باتباعه والقرب منه والاستضاء بنوره والحفاظ على تعليمه والدعوة إلى رسالته الإيمانية العظيمة. وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بتدبر آياته وتلاوته وتطبيق ما أمر والانتهاء عما نهى. للحديث حول هذا الموضوع تدور حلقة اليوم من فقه الحياة، ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور منصور مندور، كبير أئمة بوزارة الأوقاف. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك، بارك الله فيكم. مشاهدينا متواصلون معكم في هذه الحلقة من فقه الحياة بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، أجدد لكم التحية، وأجدد التحية أيضا بضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الدكتور منصور مندور، كبير أئمة بوزارة الأوقاف. بأجدد التحية بحضرتك. أهلا بحضرتك، بارك الله فيك. حلقة اليوم عن هجر القرآن فضيلة الدكتور، ولكن اسمح لي قبل التطرق إلى قضية هجر القرآن أود التعرف من حضرتك عن القرآن الكريم. ما هو هذا الكتاب وما دوره في حياة المؤمن؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. القرآن هو كتاب الله عز وجل المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، المنزل على محمد بن عبد الله رسول الله، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه، المبدوء بصورة الفاتحة، المختوم بصورة الناس. هذا هو التعريف لمعنى القرآن، ودي مهم جدا سؤال حضرتك، على اعتبار نحن بنأسس لحلقة إيه هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المحفوظ من قبل الله عز وجل في الصدور وفي السطور. نعم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في الصدور قال إيه؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والقرآن أنزله الله عز وجل مهيمنا على الكتب السماوية السابقة وحاكما عليها. أضيف إلى ذلك أن القرآن أنزله الله عز وجل وتعهد بحفظه ولم يتعهد بحفظ الكتب السابقة. نعم. يعني الكتب السابقة أوكل حفظها لأهلها بما استحفظوا من كتاب الله، لكن عند القرآن قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له. تأملي الضمائر العجيبة في هذه الآية اللي هي لا تتجاوز نصف سطر. إنا ضمير المتكلم، نحن ضمير العظمة، نزلنا الضمير المتصل في الفعل نزلنا، الذكرى وإنا ضمير آخر، له لحافظون الضمير المتصل في حافظون. خمس ضمائر عظمة يتعهد الله عز وجل فيها بحفظ كتابه. فمهما فعل البشر ومهما حاولوا أن يطفئوا نور الله فإنهم سوف يرتدون على أعقابهم خاسرين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
إن علينا جمعه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ربنا بيخاطب سيدنا محمد يعني اطمن أنت. سيدنا محمد كان ملك جبريل يقرأ، يقوم سيدنا محمد يقرأ وراه، فربنا بيطمن سيدنا محمد بقول له ما تقلقش، أنت خايف تفلت منك، خايف تنسى، خايف خايف، لا دي حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. إن علينا جمعه وقرآنه، يعني نجمعه كده ونخليه قرآن كتاب. حتى كلمة قرآن يا ترى هي جامدة ولا مشتقة؟ جامدة إن هو علم على القرآن، ولا مشتقة من الفعل قرأ وهو المصدر إلى آخره؟ كلام على العلماء كتير في هذا الباب. نعم. إنما في النهاية إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان بيقرأ جبريل خايف. نعم. فشوف التدبر، شوف التعاليم الإلهية للنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. التزم بما أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذه التعاليم بتعلم سيدنا محمد ونحن تبع له في أن يعني هذا القرآن أمره، يعني على فكرة القرآن منقول لنا بالتواتر، يعني القرآن مش فكرة أن القرآن يكون مكتوب في الورق، هذا لا تفرق معنا كمسلمين كثيرا. عادي واحد مسك مصحف وراح مقطعه وحرقه، عندك آلاف النسخ اعمل. إنما القرآن في الأصل هو موجود فين؟ في الصدور، في الصدور، في الصدور. نعم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم. إذن القرآن منقول لنا بالتواتر، عشان كده ممكن مثلا واحد يقول لك إيه المشكلة يعني إن أنا أجيب مصحف وأحفظ القرآن من المصحف؟ لا، هتغلط وهتتعب ومش هتنطقه صح. فلا بد في القرآن من التلقي، لابد في القرآن من الايه؟ التلقي. ايه التلقي؟ انك انت تسمع القرآن من شيخ، او من مش لازم شيخ بمعنى يعني. نعم. شيخ أزهري يعني. اي واحد حافظ القرآن وفهمه تلقى منه القرآن، لكن ما تاخدوش من المصحف. نعم. القرآن في الاساس يؤخذ من، وحضرب لك على ذلك دليلين. الدليل الاول ربنا قال ايه؟ وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير. يبقى اذا كان سيدنا محمد بيتلقى من، طب احنا برضو نتلقى من الاكبر مننا. نعم. وعلشان كده في حاجه اسمها لما يقولك واحد واخد اجازه، يعني واخد اجازه يعني خدها من شيخ، والشيخ ده خدها عن شيخ عن شيخ عن شيخ، عن علي بن ابي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره. نعم. تمام. فهو ده التلقي. وعشان كده بقولك واحد معاه اجازه يعني ليه سند. نعم. ان هو تلقى القرآن عن شيخه عن شيخه عن شيخه، إلى أن وصل القرآن إلى جبريل عليه السلام، إلى رب العزة سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هضرب لكم مثال عملي. لما واحد يفتح المصحف كده ويقرأ بعد سورة الفاتحة، أول سورة على طول بعد الفاتحة إيه؟ سورة البقرة. سورة البقرة. يقرأ مكتوب ألف لام ميم، فإذا ما سمعهاش من شيخ هيقراها يقول إيه؟ ألم. ألم. طب سيبك من دي، تعالى نقرا في سوره الم نشرح لك صدرك، ما هي برضه بدا الف لام ميم. هيقول ساعتها هيقول الف لام ميم نشرح لك صدرك. اذا عايز اقول ان هو لازم من ايه؟ مبدا التلقي. نعم. وعشان كده قالوا القران منقول لنا بالتواتر، من ضمن تعريف القران انه منقول لنا بالتواتر. نعم. ففكره ان هو تحرق لي مصحف تضيعه وتنسفه مش فارقه معانا، هو موجود، هو موجود، موجود في صدور الذين أوتوا العلم، وأن الله حافظه سبحانه وتعالى. نعم. وأن الله تعهد بذلك، فلنأمن هذا الجانب إن شاء الله. إن شاء الله. طب فضيلة الدكتور، ما معنى هجر القرآن؟ دي موضوع حلقتنا النهاردة. نعم. وهذا يمكن حبينا نأسس لهذا الهجر، إن القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى أنزله، قال كده أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال بعدها إيه؟ هدى للمتقين. هدى للمتقين. من أراد إرضاء الله سبحانه وتعالى فليعمل بمنهج الله، من أراد إرضاء الله عز وجل فليحفظ كتاب الله، فليقرأ كتاب الله، فليستمع إلى كتاب الله. وعلى فكرة إحنا في الإسلام مش دين شعارات، يعني الفكرة مش إنك أنت تقعد تقرا كتير انت كده نلت الثواب. هي الفكره في ثواب في القراءه. نعم. يعني يقال لقارئ القران يوم القيامه اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ده شيء مفروغ منه. لكن هل ربنا انزل القران علشان خاطر بس نقعد نقراه في المساجد ونقراه في المياتم ونقراه عند الافتتاح وعند الختام ونقراه في المناسبات؟
هل ربنا أنزل القرآن لهذا أم أنزله للعمل والتطبيق؟ للعمل والتطبيق. ربنا قال إيه؟ لتنذر به من كان حيا ولا ميتا؟ حيا، يعني أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. تأمل الآية، هرجع تاني. أو من كان ميتا، هو كلمة ميت غير ميت، ميت هو عايش بس في حكم الأموات. نعم. لكن ميت خلاص يعني انفصلت الروح عن الجسد. نعم. شوف التعبير تاني، أو من كان ميتا فأحييناه بإيه؟ بالإيمان وبنور القرآن وجعلنا، شوف أحييناه يعني بالإسلام، بقى لما أسلم بقى حي، كان قبل كده في عداد الأموات. أو من كان ميتا فأحييناه بالإسلام والإيمان. طب هيعيش إزاي بقى في وسط الناس؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، اللي هو إيه؟ القرآن الكريم، وحي السماء. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، واحد ظلمات الكفر أعماه عن إن هو يسمع يفكر يفهم. ولذلك الكفار يوم القيامة لما يزعلوا ويغضبوا يقولوا إيه؟ يلوموا أنفسهم، يقولوا إيه؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. لو كنا إيه؟ نسمع. لا، في ناس ساعة ما يقول لك قال الله يروح في ودنه، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم فرحان وسعيد ومبسوط. تمام؟ وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، تظهر الفرحة والسعادة على وشه. نتيجة إيه؟ لأن قلبه ما بقاش عامر بنور الإيمان، قلبه عامر بالكلام الفارغ والفاضي والهلس والأمور دنيوية. فكانت النتيجة إن هو لما تيجي تذكريه بالقرآن الأمر صعب عليه وشديد على نفسه. ليه؟ لأن قلبه مش فاضي. أنت عارف حضرتك، في يعني علماء الصوفية يقولوا عبارة جميلة كده، يقول لك إيه؟ التخلية قبل التحلية. يعني إيه التخلية قبل التحلية؟ أنت عايز حضرتك الكوب ده عايز أحط فيه لبن، واللبن لازم يكون صافي، ما بيحبش يختلط بحاجة. نعم. فلازم قبل ما أحط اللبن الكوباية لو كان فيها خل، لو كان فيها زيت، لو كان فيها، تتغسل غسلة كويسة كده عشان اللبن يبقى إيه؟ لبن. نعم. طب لو حطيته على أثر خل هيبقى لبن باظ وهيتقطع ومش. فشوف التخليه، ان القلب يبقى نظيف وخالي من كل عوامل الشرك والكفر والحقد والضغينه والامراض القلبيه، فلما الايمان يخش يجد البيئه المناسبه. انما قلب عامر بالنفوس مريضه وقلوب حاقده وناقده وحمقه و كل امراض القلوب، تاكد ان الايمان مش هيرضى يقعد في المكان ده. نعم. وحيسيبك ويمشي، نسأل الله العفو والعافية. فإذن القلوب العامرة بالإيمان هي القلوب النقية التقية، ده الإيمان يخشها يتربع، وساعتها يبقى يعني يضيء لصاحبه. ولشوف الآية تاني، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن الحياة بنور الإيمان تجعل الإنسان يعيش سعيدا، يعيش مطمئنا، يعيش ثابتا راسخا متقبلا صابرا محتسبا ذلك عند الله سبحانه وتعالى. إذن أنا عندي هنا، أنا بأسس الكلام ده عشان نوصل لمعنى الهجر. إيه هو الهجر بقى؟ العلماء قالوا الهجر ليه مراتب، مش الهجر. الهجر معنى الترك أولا، يعني كلغة، يعني كلغة الهجر معنى الترك. ولذلك ربنا يقول لسيدنا محمد فهجرهم هجرا جميلا، يعني لما تترك أعدائك وخصومك يعني بأدب بحب بمودة، لعل وعسى هذا الهجر الجميل يخليه يفكر ويرجع إليك. هجرهم هجرا جميلا. تمام. طيب نرجع تاني للهجر ومراتب الهجر بقى اللي حضرتك سألت فيها. هل هو هجر تلاوة فقط؟ يعني مثلا ما بتقراش قرآن؟ لا، نقرأ القرآن. تلاوة فقط، ولا هو هجر عمل وتطبيق، ولا هو هجر فهم وتدبر؟ دي مراتب. أسوأ مراتب الهجر إنك حتى ما تقراهوش. فهجر التلاوة ده سيء جدا، لأنك أنت لو ما تلتش لا هتتدبر ولا هتطبق. فعشان كده الأول اقرأ، بعد ما تقرأ يبقى أنت نفيت عن نفسك مرتبة من مراتب الهجر. تدبر،
في واحد بيقرأ بدون تدبر، يبقى ده ما هجرش التلاوة، ده هجر التدبر وهجر التطبيق. في واحد بيقرأ وبيتدبر وما بيطبقش، يبقى ده هجر المرتبة الثالثة اللي هي ايه؟ التطبيق. فتلاقي النهاردة كثير من المسلمين في المساجد ما شاء الله لازم نقرأ بجزء، ويقعد يقرأ ويبكي ويتنغم مع القرآن زي الفل، لكن لما يجي في التطبيق تيجي تقول له انت أكلت ميراث أختك ادهولها، ده ربنا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول لك ايه؟ بص دي أمور عائلية وعادات، احنا ما بنورثش البنات، احنا بنورث البنات. ده انت كنت بتبكي والآية بتقرأ، والله دي نقرأ ودي نقرأ، هذا أكبر خطأ، ده دي ممكن نوصله للكفر والعياذ بالله، لأنه لو جحد ذلك عن فهم يبقى دخل في عداد الكافرين ووقع في الكفر. إذن مطلوب من المسلم أن ألا يهجر القرآن لا تلاوة ولا تدبرا ولا تطبيقا. نعم كده وضحت المراتب الثلاثة؟ نعم. إذن أنا كمسلم، طب فضيلة الدكتور، يعني الحديث عن الهجر، هجر القراءة، تمام، متى يعتبر الإنسان هاجرا أو المؤمن هاجرا للقرآن؟ هجر القراءة إذا ما كانش بيصلي. نعم فهم الإجابة؟ يعني نعم. بمعنى أصلا أنا لما بكون بصلي يوميا حقرأ الفاتحة، وحقرأ بعد الفاتحة ولو صورة قصيرة، حقرأ أذكار الصلاة، أقرأ وأنا خارج من البيت قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، حقرأ بعد الصلاة آية الكرسي، يبقى أنا كده لا أعد هاجرا. بس هل دي الدرجة يعني؟ ده أدنى الدرجات. نعم. طب إذن ملمع عشان ما لا أكون هاجرا بالمعنى، اقرأ لك في اليوم جزء، حدد كده يوميا تقرأ جزء أو حزب أو ربع أو صفحة، ورد ما أنت أدرى بمصلحتك وأدرى، وعلى قدر العطاء يأتي الجزاء. نعم. شوف بقى لو يعني لو قريت صفحة وفهمتها وتدبرت ما فيها وطبقتها وعملت على ذلك، حاجة زي الفل. ولذلك يعني مفروض المسلم لا يحرم نفسه يوميا، ودي باختصار، من النظر في المصحف والتأمل أو الاستماع هو في العربية رايح مشوار راجع مشوار، يسمع إذاعة القرآن الكريم، يسمع أحاديث عن القرآن الكريم، يسمع حاجة تذكره بالأحكام حتى يقوي علاقته بالله عز وجل. نعم. هجر الفهم والتدبر فضيلة الدكتور، يعني البعض منا يقرأ القرآن ولكنه لا يفهم الكثير من الآيات، لكن هل في هذه الحالة يحتاج إلى قراءة شرح الآيات وتفسير القرآن؟ انظر يا سيدتي، المسلم ليس مطالب أنه يفهم كل حرف في القرآن، لكن على الأقل افهم ما تقرأ. هل أنت يعني ممكن نعكس السؤال، هل لو أنا قريت حاجة مش فهمها أخذ ثواب على القراءة؟ أيوة هتأخذ ثواب على القراءة، لكن لو فهمتها يكون الثواب أعظم. نعم. هل لو طبقتها يكون الثواب أكبر وأعظم وأجزل عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل دايما احنا بس اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، دائما انت مش مطلوب منك تتعلم في يوم وليلة. العلم بيحتاج إلى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا أنت كل يوم لو حرصت على أنك أنت تقرأ كل يوم صفحة وتفهم ما فيها، شوف بقى تخيل مع القرآن فيه حوالي 604 صفحة في المصحف بتاع اللي هو الملك فهد، المصحف المصري اللي هو بطبعة الحرمين في حوالي 520 تقريبا إذا لم تخن الذاكرة، يعني أنت عندك 114 سورة، عندك 6236 آية، يعني لو قسمتهم أنك كل يوم تقرأ شوية تفهم وتطبق وتتعلم كل يوم حكم، كل يوم أمر، تفهم يعني أمر يعني نهي. بالتأكيد مع مرور الأيام، مع مرور 365 يوم، تلاقي نفسك تعلمت حاجة جديدة. لا شك أنك أنت بعد عمر طويل إن شاء الله أصبحت يعني من طلاب العلم، حتى إن لم تبعث يوم القيامة في زمرة العلماء تبعث في زمرة إيه؟ طلاب العلم. نعم. فيكون لك مكان عند ربنا سبحانه وتعالى عظيمة. قال فيها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طالب العلم في سبيل الله حتى يرجع، وعشان كده كنا بقول عايزين دايما ونحن مقبلون على عام دراسي جديد أن يكون القرآن مصدر التزكية والمعرفة والعلم. نعم. نهتدي بنور القرآن في مدارسنا، في جامعاتنا، في أنديتنا، في مجالسنا، في اجتماعاتنا، تكون النتيجة إن شاء الله
وعي، نشكل وعي لدى الأمة. لكن إن نحن نخلي القرآن للمناسبات فقط، هذا هو التخلف الحقيقي، لأن ربنا قال لتنذر به من كان حيا، مش إنك أنت ساعة يبقى عايش حياته بما يرضي نفسه وشهوته وغريزته، وعند الموت نجيب له الشيوخ يقروا له القرآن. ما خلاص الرجل مات، ما عادش هينفعه بحاجة، هو الرحمات تنزل على الجالسين السامعين. إنما أنت عايز فعلا ترضي ربنا، عايز يبقى الثواب ممتد. ولذلك شوف الحديث قال لك إيه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. تأملي معي هذا الحديث وأهميته في الهجر والوصل. نعم. انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به. هل العلم ده علم هو تعلمه ثم علمه، أو كتاب ألفه، ولا بالعقل؟ أنا حاسب لك أنت الإجابة. إنه بعد ما مات جابوا له 200 300 500 مصحف وزعوهم في الميتم، قال ده علم ينتفع به. طبعا الرجل لما مات ما كانش ليه صلة بالعلم، فجابوا له المصاحف. هتنفعه بإيه الموضوع ده؟ أنا مش بقول الكلام ده عشان يأس حد، لكن أنا بقول لا، عايزين نصحح مفاهيم. نعم. أنت عايز علم فعلا يكون لك ممتد عند الله، تعلمه وعلمه. مش حتما أنك تقعد في المسجد وتعلم وتدي دروس، أو في الجامعة وتدي محاضرات، أو في المدرسة وتدي دروس، لا، علمه للزوجة، علمه للزوجة لأولادك. ذكر زوجتك لما تعمل حاجة كده، ذكرها بآية قرآنية، ده علم. ذكر ابنك بآية قرآنية، ده علم. ابنك صحح له سورة الفاتحة وقراها له صح، ده علم. اقرا له الفلق والناس وحصنه صح، ده علم. العلم مش انك توزع مصاحف، ما هي دي الكارثة، ان احنا حصرنا العلم نوزع مصاحف المياتم. نعم. العلم الحقيقي اللي انت عايزه ممتد انك تعلمه لأولادك. طيب نمرة اتنين: ولد صالح. شوف مش قال ولد، قال ولد ايه؟ صالح. يا دعنا. طب انت خدت وديته مدرسة أجنبية ولسانه تلوح وبقى ما يعرفش ينطق عربي، وساعة ما تيجي تقول له قال الله قال رسوله يضحك، لأنه خلاص الواد بقى حافظ أغاني مونيكا وأغاني أنجلا مش عارف مين، وحافظ مش عارف واحدة وأغاني فلان ومايكل جاكسون، فما بالنسبة له دماغه فاضية من قال الله وقال الرسول. فتكون النتيجة إيه؟ إنه هو ساعة ما يسمع يقول لك أغاني رافائيل كارا يرقص معاه، تقول له قال الله يتنح، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. تكون النتيجة ايه؟ النتيجة انك انت اللي اسسته غلط، انت اللي اضعفت الايمان في نفسه، انت اللي مليت قلبه نفسه لغات واغاني وافكار غربية، وما علمتوش دينك ولا قيمك ولا اخلاقك ولا لغتك. فتطلع النتيجة ساعة ما تقول له ده مرفوع، يعني مرفوع؟ منصوب، يعني منصوب؟ مش فاهم. فالاساس لازم يكون فترة السنوات الاولى من التعليم لابد ان يكون فيها تأسيس لغوي علمي ديني صحيح. بعد كده لو سبته يبقى انت مطمئن ليه، لانه بالتاكيد هيرجع الى ايه؟ الى ما تعلمه وفهمه، لان الامور بعدها تتجلى له ويتضح له الخيط الابيض من الخيط الاسود. تمام. اذا التاسيس لابد منه حتى لا يقع في الهجر. انما ان انا اسسه خطا وبعد كده اطالبه لما يكبر اقول له يا ابني تعالى، هو مش هيسمع كلامك، لان اشتد عوده، اشتد عوده، ولن يرجع إليك ولن يسمع كلامك، إلا إذا بقى هداه الله من عنده سبحانه وتعالى. وأنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني من يشاء الهداية. طيب هذا أمر. الأمر الثاني أو الأمر الثالث، يبقى ولد صالح، علم ينتفع به، ولد صالح يدعى له، صدقة جارية. صدقة الجارية ديت برضو فيها رأيين: هل هي صدقة اللي أنا عملتها بنفسي قبل ما موت، ولا هي صدقة اللي أنا بعد ما موت أولادي عملوها لي؟ برضو في كلام بين العلماء بهذا الموضوع، لكن لا شك أن ما فعله بيده وما قدمه بنفسه خير عند الله مما قدمه له أهله. مش عايزين نقول برضو ما نقطعش، مفيش مانع اعمل، بس لا شك اللي انت عملته بيدك هو أفضل لك عند الله، لأنك قدمته وأنت صحيح شحيح، تخشى مقبل على الدنيا، تخشى الموت. وإذا قدم الابن لأبيه هذا فهو ولد صالح، بالضبط، ولد صالح يدعو له. نعم. ويدعو له، مش كلمة يدعو برضو مهمة جدا، يدعو 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 يا جماعة ركزوا فيها، فهموا يعني يدعو له، يدعو يعني
الدعاء ده مش طالع من فراغ، الدعاء ده عشان نتيجة ان الواد صالح اصلا بيصلي وعارف ربنا وعارف يعني ايه حلال وحرام ويعني ايه منكر ويعني ايه معروف وعارف، فده بقى صالح، مش واد بيجيبه كل ليلة من قسم الشرطة، ولا جايبه كل يوم من النيابة، ولا جايبه كل يوم من المستشفيات الامراض الصحية والنفسية وبعدين تقول لي صالح. ما انا احنا نسأل الله لهم الهداية، لكن حصنه. نعم. يعني حصن ابنك بعوامل الايمان حتى لو ترك يعني انت مطمئن عليه. نعم. يعني طب فضيلة الدكتور، العمل بالقرآن، فكرة التطبيق المنهجي، أرجو أن يكون بس اللي أنا قلته في الأول ده يعني فيه نوع من تصحيح الفهم وليس فيه لوم على أحد. نعم. أنا لا ألوم على أحد، وإنما أقول يا جماعة لا تتركوا أولادكم للشهوات والشياطين، شياطين الإنس والجن، ثم بعد ذلك نندم ونفكر أين المخرج؟ الرسالة واضحة فضيلة الدكتور. تمام، فضل. كنت أسأل حضرتك عن المنهج والتطبيق، العمل بالقرآن. الله، مهم جدا، هو ده محور السؤال، وهو ده المرتبة اللي اتكلمنا عليها، هجر القرآن، هجر التطبيق. احنا ممكن فعلا نكون بنقرأ وبنتدبر وبنطبق. وأنا هحكي لحضرتك موقف، إن كان في تاجر في وسط البلد واكل مراس أخته، فلما يعني جهة يعني أخته طلبت مني أن أكلمه، فكلمت الرجل بكل أدب في التليفون، يا سيدي يعني إيه المانع، وذكرته بالحلال وبالحرام، وإن ربنا سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات. ربنا قال بعدها إيه؟ قال يعني في آية قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، فريضة، إن الله كان عليما حكيما. والآية الثانية قال إيه؟ والله عليم حليم. الآية الثالثة قال إيه؟ ومن يطع الله ورسوله، بعد يعني يطبق الكلام ده، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز المبين، ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها، إلى آخر الآيات في سورة النساء. طب إذا يعني التشديد من ربنا سبحانه وتعالى أليس له اعتبار؟ أليس له محل في نفسك؟ يرد علي يقول لي إيه؟ والله إحنا تجار ولنا عاداتنا وتقاليدنا في توزيع المراس. نعم. عاداتك وتقاليدك تتنافى مع الدين؟ تتنافى مع الدين؟ لا تستمد من القرآن والسنة؟ إذن القضية هنا بقى أصبحت قضية إيه؟ هوى ونفس. لو كنت أنت المحروم ماذا كان فعلك أو رد فعلك؟ فالقضية هنا قضية التزام أو عدم التزام. ممكن يكون ده رجل بيصلي محافظ على الصلاة وكل حاجة، لكن عند تطبيق هذا الجانب أعرض عن كتاب الله، فهذا هو هجر التطبيق، وده أسوأ أنواع الهجر. وعلى فكرة ممكن يكون واحد بيهجر التلاوة بالمعنى البسيط مش بالمعنى القطع يعني، بس لو قلت له قال الله وقال الرسول يقول سمعنا وأطعنا. نعم. مش سمعنا وعصينا زي ما قال اليهود. ودي نقطة مهمة جدا، إن التطبيق العملي مهم جدا، لأن الهجر. ولذلك الآيات، شوف الآيات في سورة الفرقان على فكرة، وهقراها مع حضرتك دلوقتي علشان تتأملي كلمة وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، جت إمتى؟ الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ ويوم يعض الظالم على يديه، مش قال على يده، دلالة على شدة الندم، وقال الظالم، سماه ظالم، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الشرك نوع من أنواع الظلم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. شو قال بعدها؟ وقال الرسول يا رب، يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا الهجر هو عدم التطبيق. نعم. هو عدم الاستماع، هو عدم الفهم، أدى به هذا الجحود وهذا النكران وهذا الهجر، أدى به لأنه يوم القيامة يقول لو كنا سمعنا، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن القضية، قضية الهجر قضية خطيرة جدا جدا في عدم تطبيق القرآن الكريم في حياتنا. يا جماعة، زي ما بنحسن الاستماع، زي ما بنحسن التلاوة، زي ما بنحسن الفهم، لابد أن نجاهد أنفسنا في إحسان التطبيق. وحقول لحضرتك مشهد برضو يمكن
يمكن هو مش موضوعنا قوي بس ليه علاقة بهذا المعنى. يحكي الإمام أحمد بن حنبل في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني عمر بن الخطاب هو اللي بيقول الكلام ده. بيقول يقول عمر كان إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع له دوي كدوي النحل. يقول فلبثنا ذات يوم ساعة فالتفت صلى الله عليه وسلم إلينا ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، ارضنا وارض عنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليهم إلى آخر هذا الدعاء. ثم قال لقد أنزل الله علي 10 آيات. تأملي معي في اللفظ، لقد أنزل الله علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة. ما قالش من قرأهن أقامهن ولا من استمع إليهن ولا من كتبهن أو فهمهن. من أقام، والإقامة تعني القراءة وتعني الاستماع وتعني الكتابة تعني التطبيق تعني كل شيء. من أقامهن دخل الجنة. إيه هي الآيات دي؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن من أقامهن أي من طبقهن، من التزم بهن، مهما كانت المغريات، مهما كانت الأهواء، مهما كانت الشهوات، مهما كانت الضغوط، لا يمنعك ذلك من تطبيق هذه الآيات. ده وعد من رسول الله، من أقامهن دخل الجنة. إذا كان ده الرسول بيوعدنا بكده، إذن الفكرة في الإسلام يا جماعة مش إن أنا حاطط في بيتي مصحف وحاطط في العربية مصحف ولما تيجي تلاقي واحدة مش ملتزمة شرعا لا بالزي ولا بالأسلوب ولا بطريقة الكلام ولا بتصرفات وتيجي تذكرها بالكون لك أنا بقرأ في اليوم جزء، ده أنا كل ده أنا ختم القرآن 10 مرات، ده أنا بعمل، ده أنا حج بحج وبعتمر. يا جماعة المشكلة مش في كده، المشكلة في البعد الاجتماعي في التطبيق. الصلاة دي لها بعد اجتماعي، أنت بتصلي محافظ على الصلاة، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنت بتصوم من لم تنهى الحديث من لم تنهى صلاة عن المحشر فلا صلاة له، بتصوم. إذا كان صيامك ده فعلا مش مجرد الامتناع عن الطعام والشراب يبقى أنت آمن. يعني في بعد تاني للصوم، إيه هو؟ اللغو والرفس وإلى آخره. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بتحج وحجيت وأديت فريضة ربنا سبحانه وتعالى، يجب أن تلتزم بأداب الحج وترجع خير مما ذهبت. أن ترجع خيرا مما ذهبت، هنا يبقى فعلا حجيت، لكن ترجع عشان شلت اسم وتعمل بقى اللي انت عايز تعمله، فين الأثر؟ هو ده الهجر، الهجر الحقيقي ألا تطبق ما أمرك الله به. الوصل أن تنتهي، أن تلتزم عفوا، أن تلتزم بما أمر الله وأن تنتهي بما نهى الله عنه وزجر. أن تلتزم بما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر. ده الوصل. أما الهجر إنك أنت تسمع من هنا وتطلع من هنا وتقول سمعنا وعصينا، مش لازم الكلام، يكفي أن تقولها بفعلك بتصرفك. يا جماعة القرآن ما نزلش علشان خاطر نقول إحنا حافظين قد إيه. كان أحد الصالحين يقول، واحد بيقول له أنا حافظ وحافظ وحافظ، قال له لا تحدثني كم سورة تحفظ ولكن أرني ذلك في تصرفاتك، أرني ذلك في أقوالك وأفعالك، أرني ذلك في بيعك وشرائك، أرني ذلك في أخذك وعطائك. نعم. طب فكرة الفصام ده يا فضيلة الدكتور، نعم. يعني فكرة الاقتناع بأن كل ما جاء في هذا الكتاب العظيم هو حق وهي أوامر وهي نواهي يجب أن نلتزم بها، ولكن عند التطبيق أحيانا ما يبعد الشخص كما ذكرت حضرتك في قضية توريث الإناث. يعني عاقبة ذلك إذا كان يرفض هذا فعلا، فهو كما ذكرت حضرتك يرفض أمر ورد في القرآن فهو كفر.
تمام. لكن فكرة هي التغاضي عن الكثير من الأمور إذا كانت هذه الأمور تتعارض مع أهواء شخصية، ماذا تقول لهؤلاء وكيف نداوي هذا؟ لأن الكثير من المعاملات في حياتنا اليوم بنعاني منها من هذه الآفة. أحسنتي، يعني ممكن نقول أن القضية في الآخر وفي الأول قضية قناعة. هل فعلا أنا مقتنع بهذا أو لا؟ هقول لك آية واحدة في القرآن الكريم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. طبيعة المجتمع المسلم، والله يعني أنا قلت لحضرتك أن الحلقة دي كبيرة جدا وهامة والموضوع مهم. شوفي سورة البقرة 286 آية، آخر ثلاث آيات لو حبيت تقف عندهم لما نزلت، شوف الفرق بقى بيننا وبين الصحابة. لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، الآية اللي قبل الأخيرتين، لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة سمعوا الكلمتين دول جم حتى جثوا على الركب بين يدي رسول الله وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأحكام ما نطيق، يعني ما نطيق يعني نقدر، أما هذه الآية فلا نطيقها. أصل أنت لو ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني على كل ما في نفسي ده أروح في داهية، ده أنا بيرد علي وأنا قاعد خواطر لا تحصى ولا تعد، ده لو ربنا حاسبني عليها بأنا هلكت. فراحوا كأنهم يبكون، حتى شوف تعبير، حتى جثوا على الركب، عارفة سورة الجاثية يعني قاعدين كده يعني على ركبهم، حتى جثوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، هذه الآية لا نطيقها. فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تكونوا كبني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. الصحابة مش كن فيكون، لا قعدوا فكروا فعلا ده كلام ربنا، شوف بقى الاستحضار بقى، عارف المصابرة، فاكر الصبر قعدوا فكروا قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، اعتذارا لله غفران. فنزل القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كانت النتيجة إن ده ثناء من الله على جماعة المسلمين، على جماعة الصحابة، على مجتمع الصحابة اللي التزم بقول الرسول. فتأتي رحمة ربنا التخفيف. انتوا قلتوا ايه؟ قلتوا مش قادرين، لا يكلف الله نفسا الا وسعا، لا ما تفهموش انكم لازم تطبقوا كل حرف القرآن. شوف الرسول برضو هنا قاعدة مهمة جدا، في فرق بين الحرام والحلال. هل انا مطالب في الحرام ان اجتنب اي حاجة وخلاص، ولا مطالب ان اجتنب كل الحرام؟ كل الحرام. تمام أحسنتي، لكن في الحلال مش مطالب أعمل كل الحلال اللي أقدر عليه، قدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هنا معادلة مهمة جدا، أنا مش مطالب مني أن أنا أقول والله أصلنا المجتمع بيرتكب من المنكر بعض الأشياء، لا أنت مطالب تبتعد عن كل الحرام، لكن في الحلال فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. يعني أنا مش قادر أحج، لا عليك، ما معيش 75 ألف جنيه أو 100 ألف جنيه أقدر أحج، لا عليك، مش عليك حج، لأن ربنا قال كده ولله على الناس حج البيت من استطاع، وأنت غير مستطيع. مش قادر أصوم عشان مريض أو صحتي أو كذا، لا عليك، طلع كفارة فدية. مش قادر تصوم في رمضان، تصوم في غير رمضان، مريض إلى آخره. تمام؟ نعم. فعدة من أيام أخر. طيب مش قادر كذا، مش قادر أجاهد، لا عليك. قال للنساء لكنا جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمر. إنما في الحرام مش قادر أمنع نفسي من الخمر، أنت كذاب، لا مفيش. مش قادر أمنع نفسي من الربا، لا ممنوع، مفيش حاجة اسمها ربا ولا خمر، ممنوع إنك اترك الأشياء دي.
أنا مش قادر أغطي شعري ولا لا مطلوب أنك تغطي شعرك وتلتزمي لأن ده أمر أمر من الله سبحانه وتعالى. ونساء النبي يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أن يعرفن سواء يعرفن بالفحشة أو بالمنكر أو إلى آخره. ده أوامر من ربنا. أمور عديدة لا مجال إن احنا نحصرها، إنما في الأول وفي الآخر إيه؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أنت هنا مطالب إنك أنت تعود نفسك على فعل الحلال، مش ده ابحث عن البيئة اللي تقويك وتعينك على طاعة الله. ولذلك شوف الحديث وغايته في الروعة والجمال، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أنت ليك أصحاب وعايز تقعد معاهم على القهوة، طب ما غصب عنك نفسك هتضعف، طب ما تقعد مثلا ما تشوف صحابك دول قعد فيهم في أماكن محترمة، أماكن تعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، مجالس علم. أصريت أنك تقعد في مكان غلط يبقى لا تلومن إلا نفسك. نعم. يبقى أنت اللي اخترت الجليس السوء. شوف مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحزيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما في ما ادكش ولا تشتم منه رائحة طيبة وانت بتسلم عليه كده ايدك هتشمها تلاقي ريحتها حلوه، وانت راجع بيتك كده تلاقي اثر الريحه، اولادك يقولوا لك ايه الريحه الحلوه دي يا بابا، راجع كان معنا الصالحين، لكن كنت قاعد في غرزه ولا قاعد على مكان مش كويس ولا 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 داخل البيت بلوفر بتاعك وقميصك ريحته لا تطاق. فما لا تلومن الا نفسك. وناف وحامل اللي هو الصديق الثاني جليس السوء، اما ان يحرق ثيابك وإما أن تشتم منه رائحة خبيثة. نعم. ففي كل الأحوال فيها إهانة ليك وإساءة ليك. أنت ابحث عن البيئة اللي تعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، هتجد نفسك بتعمل ما يرضي ربك. لكن جالس في بيئة سيئة وكده فلا تلومن إلا نفسك. ويمكن يحضرني في هذا الأولاد اللي كان أبوهم بينهاهم عن فعل السوء وهو يفعله. نعم. فكانت النتيجة ان الولد قال لأبوه عبارة كده، يعني حتى ان الشاعر وهو بيحكي القصة عجبتنا قوي، ان هو صاغها في هيئة او في قالب حوار بين طائر الطاووس الجميل ده، الجميل حلو ده معروف طائر طاووس. قال مشى الطاووس يوما بإعوجاج، ماشي يتلوى كده ويتلون، طبعا اولاده هيعملوا زيه، فقلد شكل مشيته بنوه. نعم. فبص ليهم كده وقال لهم على ما تنحرفون؟ قالوا سبقت ونحن مقلدوه، اما علمت ابانا ان الفتى يجاري في الخطى من ادبوه؟ فخالف سيرك المعوج واعدل، فانك ان عدلت فان معدلوه. نعم. تربيه تنشئه تكون على منهج صحيح على القيم والأخلاق، هو ده التطبيق العمل للقرآن. لكن الهجر وإن عدم التطبيق وبروح أصلي وموظف على الجماعة وفي البيت لبس البنات مش كويس، لبس مش عارف إيه، لبسك أنت نفسه بقى بستغرب إن ألاقي واحد مثلا كده رجل كبير محترم كده وماشي فاتح صدره، طب إيه الحكمة من كده يعني؟ نعم. يعني إيه أم السلسلة وكلام، يعني المفروض إحنا برضو يكون لنا مظهر، لنا سمات، لنا قيم، لنا أساليب تثبت ان احنا فعلا يعني مسلمين، نحترم مشاعر بعض، ننصح بعض، الامر معروف انها المنكر منهم بعض بادب باخلاص بقيمه بالرفق، ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نعم. نزع الرفق من شيء الا شانه. طب فضيله الدكتور، يعني وقت هذه الحلقه قارب على الانتهاء، ما تقوليش اوشك على الانتهاء، اوشك على الانتهاء فعلا، ولكن اود لسه ما قلناش حاجه. احيانا ما نشق على انفسنا بامور ربما لم ترد في القران او السنه. نعم. ولكن نلزم بها انفسنا. نعم. والاخرين. الله. كنا نتحدث في قضيه الزواج. مثلا. نعم. والأعباء كبيرة على الزوج، ولكن هناك أمور اجتماعية. تمام. أصبحت تغير ما جاء في القرآن والسنة. أحسنتي بهذا السؤال، ويمكن ده بقى التطبيق العملي عشان نثبت فعلا زي ما أثبتنا في موضوع المواريث برضو في موضوع الزواج والنكاح وغيره. أنت النهاردة
لو عايز فعلا تعمل حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى وعايز تطبق القرآن وانت بتقول أنا من أهل القرآن وأنا مسلم وأنا ملتزم وكل حاجة، يا جماعة طالما أنت مسلم يجب أن تكون ملتزما بما في القرآن. لكن النهاردة لو نظرنا، سيبك من المدينة، تعال نروح للأقاليم ونشوف إيه اللي بيحصل في الأفراح. هل فعلا نحن ملتزمون بما أمر الله في الزواج أو في الطلاق أو في الشبكة أو في المهر أو في التكوين الأسرة؟ لا شك أن في مفارقات عجيبة طغت فيها العادات والتقاليد على شرع الله عز وجل. القرآن بيقول إيه؟ هناخد الموضوع خطوة خطوة، بس أنا عارف الوقت ضيق فهنقول نعم بسرعة. فضل دقيقة. لما ربنا قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني عن طيب خاطر. طب أنت ليه النهاردة مفروض تدي المرأة مهر؟ ليه تديها مهر باليمين وتاخده منها بالشمال وتقولها أنت هتجيبي إيه؟ يعني تخيلي أن واحد روح يخطب واحدة يقول لها أنت هتجيبي إيه؟ أنتوا ناويين تجيبوا إيه؟ نعم. هذا خطأ، ده كده أنت كده بتضيع حق المرأة، لأن المرأة ليها مهر تدهولها عن طيب خاطر تجيب بيه هي نفسها، فيه تجيب بيه عربية، تجيب بيه ذهب، تجيب بيه هي عايزة تجيبه، هي حرة. إنما أنت ليه عايز تبدأ حياتك من حيث انتهى أبوك؟ ما أبدأ حياتي عادي جدا، مش عندي بيت والحمد لله، أسسه بالطريقة اللي تعجبك فيما بعد الأيام القادمة والأيام وإن شاء الله تستطيع أن تعمر بيتك في المستقبل بما تحب، بلا إرهاق، بلا ديون، بلا سلف، بلا يعني إجهاد. ليه تدخل بيتك مكبل بالديون والأعباء؟ ده قضية مهمة جدا جدا. إذا كنا نريد أن نطبق شرع الله فلنستحضر ماذا قال الله في أمر الزواج، كما نستحضر ماذا قال الله في الطلاق، لأن ساعة الطلاق برضو بيبقى فيه فضايح للركب وخصومة شديدة وعناد ومحاكم وقسام شرطة وبلطجية وينزل ونزل وطلع، تكون النتيجة ده. ربنا قال في القرآن إيه في هذا الموضوع الطلاق؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، قال إيه وإن يتفرقا الاثنين يغني الله كلا من سعته. يا جماعة استحضروا عظمة القرآن، استحضروا المنهج في الالتحام وفي الفراق، في التماسك وفي الخصام، في الفرح وفي الغضب. استحضر منهج ربنا سبحانه وتعالى، ولا تهجر القرآن، مش تاخد منه على مزاجك. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. نعم. طبعا ويوم القيامة يكون جزاء شديد، فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. دعيني أذكر بهذا القول الذي يدعون فيه أحد الشعراء للقرآن الكريم، إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نلتزم بالقرآن الكريم حتى يكون كما قال هذا هو القرآن نبراس الهدى، دستورك الأسمى المنير المشرق، آياته نبع العلوم جميعها، من قال لا فهو الغبي الأخرق، علم الطبيعة والحياة وحكمة الإيجاد من تبيانه تتدفق، وسياسة الدنيا بأقوم شرعة بين الورى بغيره لا تتحقق، فيه القضاء لحل كل قضية عن حلها أهل السياسة أخفقوا. نعم. أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء فضيلة الدكتور منصور مندور كبير أئمة بوزارة الأوقاف، شكرا جزيلا عنك. شكر الله لكم. أشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.